يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم متعة من الأول والآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم متعلقة بالعرش. تقول الرحم يعني صلة الأرحام، كأن صلة الأرحام تأتي في شكل مجسد متعلق بالعرش. تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، تدعي كل يوم يا رب اللي بيوصل رحمه صلوا، يعني يوصلوا ربنا. يعني إيه صلوا؟ صلوا بالإيمان، صلوا برضاك، صلوا برحمتك، صلوا برزقك، صلوا بعطائك. اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، ويا رب اقطع عنه رزقه وخيرك وعطائك وهدايتك. يا نهار أبيض، ممكن تفتكر أرحامك دلوقتي وتتخيل صلة الرحم بتاعتك وهي متعلقة بالعرش؟ يعني كل واحد فينا له صلة رحم متعلقة بالعرش بتدعي له أو بتدعي عليه كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت العرش بالرحمن. في حديث ثاني فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يا رب بستغيث بك أن هم يقطعوني. فقال لها الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت رضيت يا رب، فقال لك ذلك. يا جماعة إيه كل ما يجي صلة الأرحام في أحاديث النبي تيجي أنها متعلقة في العرش؟ عايز يقول لك مقامها فوق خالص، مقامها عند عرش الرحمن. يا جماعة صلة الرحم بتوصل في ثانية برضا الله، وتوصل في ثانية بغضب الله لو انت قطع رحمك. مين يعاهد من دلوقتي قبل دخول رمضان ما تدخلش رمضان شهر الرحمة إلا أنا واصل رحمي؟ إيه علاقة الرحمة بصلة الرحم؟ الاثنين مشتقين من كلمة الرحمة. وعشان كده النبي يقول لك إن الرحمة لا تنزل على قوم بهم قاطع رحم. إذا كان هي اسمها الرحمة وهو اسمه الرحمن وهي اسمها الرحم، إيه ده إيه ده ده كله مشتق من نفس الكلمة. إذا قطعت رحمك غضب الرحمن وقطعت عنك الرحمة، الثلاثة لهم علاقة ببعض. ده موضوع كبير، أقسم عليك من النهاردة حنوصل أرحمنا وندخل رمضان وهم راضين، وترفع التليفون وتقول له يا عمي اللي فات مات، حنتخانق على فلوس، لا 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 لا، وتقفل السكة وتقول له اشهد يا رب. ممكن يكون عمك رد وحش بس هتقول له اشهد يا رب، وصلت رحمي، صلني برزقك وعطائك ودخلني رمضان وانت رحمني وراضي عني. رمضان أوله رحمة، ابتدوا من دلوقتي بصلة الأرحام. استنوني كل يوم في رمضان وبرنامج السيرة حياة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا أرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله.